لكن ما دام حدوني لا تحد الرجال على اقصاه، هم اللي حدوني على اقصاه فهم الخطا منهم. لو سكتوا ما حد درى لا عبد الله بن جنيد ولا عرى ولا شيء، لكن ما دام فيهم نعره لا نرد النعرات في صدورهم ولا عندي مشكله. عموما لا ولعلمكم ترى سوالفهم دول انا في جهه كلمتني قلت له كل شيء محفوظ والعرض محفوظ عند مصور وموجود في الديوان وموجود في التلفزيون السعودي كل شيء واضح. فاتركوكم من سفاه الشياب هذول وخلوهم يطلعوه، خلي واحد منهم يطلع راسي، بس يطلع راسي وتقابل. هم جالسين يحركون واحد مساكين مسوي نفسه صحفي. المؤرخ الكبير ما بقول اسمه عشان بس عشان من الامور القانونيه. طبعا فوزية للرجال يقعد يكسب فيها، لكن هي الحقيقة المجردة بعيدا عن لغوصة المساكين هذول الضعوف. سميهم ضعوف العمارة البشوات، خاصة اللي طلع دقيقتين ويقول ايش. والله الفكرة ان نخدم انه كانت الفكرة عشان نخدم ايه؟ نخدم المصلين. لا يا يعني حرام يعني عشان تخدم ايش يعني تخدم من يعني تخدم من يعني نقدر يعني هذا الفكره حقه انه صممناها وعلشان الهدف حقنا نخدم هذه. طيب الكلام المعماري وين ما في الخدم هذا اي أيوة. حتى سواق البقاله وسواق الباص يخدم الحرم والمصلين سوالف هذه يا ابو هادي القصه الحقيقيه بلانتلي على ما يقول الخواجر بلانتلي هذه بلانتلي كلام رجالين اللي يقولون يجمد عليها الشارب هذا الكلام بس نبي نوصل لفكره يعني لا. هل قول خبره السنوات اللي راحت كلها حطيتها في العماره مثلا ولا ايش الميزه اللي فيها؟ لا والله يا ابو هادي قصه عجيبه. انا الحمد لله ربي ان شاء الله انه راضي علي كل اموري في حياتي هذه والله ما لي ولا قرار فيها كذا فجاه القى الله موجهني اتجاه هذا الارض هذه اصلا مالي لزوم اشتري اراضي انا. ويوم من الايام جالس مع ابن عم اللي زوج اختي قال مسمى القبور ركبنا السياره وجيت عند طرف السياره بس ما نزلت منها متفرجوا في فيلتين بحالي رجع لي وقال عندك دراهم؟ ايش تبادر في ذهنك؟ انه ابن عمك يبا قرض ولا يبا شيء. قلت الله الله جاهز الدراهم. قال اشترى الارض الحين يعني يقول لي اشترى الارض قدام رجال اجنبي ماني بكاسر كلامه ولا اني برده. كل شريت عمري على الله ما نزلت من سيارتي ومشينا فجأة لقيت عندي أرض فجأة كذا ما شاء الله ولا استلمت حتى صك الظاهر عند أختي لها الحين ما استلمت صممت. شوف القدر جاب لي الأرض السلام. إرادة الله التصميم لأني طفشان صار في ارتباط روحي بيني وبين التصميم. التصميم جميل في فكرة في هرجة صار في عندي ارتباط. قلت يا شيخ انت طفشان طلعت تصريح التصريح قديم شوف عشان تعرف قدرة الإرادة الإلهية. التصريح القديم كانت فيها فيلا فوق خلاص جلس عند التصريح يمكن 3 سنين ما بنيت ولا هم من البناء. فجأة الأمانة ألغت الفيلا أنا باقي على تصريحي كم 6 أشهر. شوف كيف القدر. أنا كنت أقول لك الحين لا حق لا يرعيك التصريح لأنه إذا بديت خلاص وأنا أبدأ تحت ضغط إني لا تروح علي الرخصة. بس وبدأت الحتوتة تتطور دور كامل 800 متر فري معاهية تعال 800 متر 800 اللي بنيته كامل هذا هم يا رب لأن الأرض حوالي 800 شوية فأنا بنيها كامل هذا تحت الأرض تحت مستوى الأرض. تغيرت تكتيكاتي كلها الهرجة الحين تنفع لأنه أكبر مشكلة عندنا في بيوتنا ليش نحتاج ربط؟ لأنك مشكلة الرجيل والحريم تتورط وما تعرف كيف تديره يبغى لك أرض كبير. الحين فجأة ربي أعطاني أرض جديدة كده شوف الأقدار التكتيك تغير أنا بسكن هنا.